تعرف أول ما شفتك فكرتك مرعب. لك شو فات حريم على القهوة؟ أنا بتعرف أول ما شفتك فكرتك مرة. يا عليك، أول ما شفتك فكرتك زلمة. لعمة شو قصة الجرة؟ ما كان حدا يخبرنا شي خبرية؟ معقول تكون القصة كذب؟ مستحيل. إيه شو له مصلحة الطرطور يخبرني قصة أساساً كذب؟ لكان شو القصة؟ معقولي أنا أبونا وزاد رجل الكرسي؟ لازم أعرف وين صارت قصة الجرة. طيب شو لازم أعمل؟ شو لازم تعمل يا أبونا وزاد؟ لقيتها. أحسن شي زدت اللي كم جرة هون وهون وراقبهم، وإذا لساتهم عم يدوروا على الجرار رح نشوف حدا عم يحوم حوالين هالجرار، وبالتالي بعرف إنه قصة الجرة لسه ما خلصت ولسه ما التقيت. وإذا ما حدا التكش فيهم معناها القصة يا كذب يا أما الجرة التقيت، وهيك لازم دور على اللي لقاها. ترامي سيدي، ولك العمى ضربك، ما بتعرف تدق الباب، ولك رعبتني، ولك يخرب بيتك. شو في عندك سيدي؟ أبو مستو يا سيدي. شبه أبو مستو؟ أبو مستو سيدي يبدو أكل قتلة. روح فوتو لشوف. حاضر سيدي. أهلين أبو مستو، مين عمل فيك هيك؟ مرتي سيدي. مرتك؟ إيه؟ معقولة مرتك قادحتك بوكس على عينها؟ والله يا سيدي إيه، الله عالظالم، الله عالظالم يا سيدي. وشو عامل حتى مرتك ضربتك؟ والله ماني عامل شي يا سيدي. معناها أكيد ملاقي الجرة مو مخبرة. جرة شو سيدي؟ هلا بدك تجذب علي الجرة يلي ضايعة من عند عقيدكم. لك إيه يا ربي، سمعت بها قصة بس هي ما ضربتني مشان هيك سيدي. طيب أنت شو بتعرف عن قصة الجرة؟ يلي بتعرفوا سيدي. لنرجع لموضوعنا، مرتك ليش ضربتك؟ يا سيدي أنا شو قلت لها لمرتي خيرية حبيبة قلبي؟ قلت لها والله البيت ماني طايقه، كل غرف البيت بتذكرني فيكي. قالت لي إذا ما لك طايقه للبيت اكتبه باسمي. إيه شو يا سيدي؟ كتبت لها البيت باسمها، أنا عن جد ما بدي إياه كرهانه. شي أول المشكلة؟ سيدي المشكلة اختلفنا على الحمام، أنا ما برتاح غير بالحمام وما بدي أكتبه باسمه. شو بدك تيبو؟ تعطي للصيف من هالشربة ولا هذا ولد بجوز يفتحنا؟ لك اتركوا شوي لقدام، ما بدنا نلعب إلا بالسليم. شو بنا تيبو؟ بحياتي ما شفتك شارد. بشو شارد؟ لا ما لي شارد بشي. ايه سيدو شو الأخبار؟ ليش ما تريد؟ شو؟ لك بقصة أبو حدو. أنو قصة منه؟ حاكم قصص أبو حدو كتير هالإياه. يا سيدي اسمع لقلك، ايه بس وينك؟ خلصت الحلاقة تبعها، بتحب اشلك الدقن كمان لحتى اكمل لك القصة ولا بتأجلها للحلاقة الجاية؟ يا سيدي عن جد انت واحد نصاب. لا يا صيف ليش هيك عم تحكي؟ لانك قضيت كل الوقت شارد وروحت علينا القصة. شو يا بي؟ انت جاي تحلق ولا جاي تسمع القصة؟ لا سيدو جاي احلق، بس حدا بياكل اكل بدون ملح؟ ملح؟ شو جاب لجاب؟ لك يا ديبو، مثل ما الملح بينكه الاكل كمان قصصك بتنكه الحلاقة، مشان الواحد يقبل يحلق عندك. ليش ما عم تعجبك حلاقتي يا بي؟ ماشي حالك، بس في اشطر منك. وينك؟ ناولني اجرة الحلاقة ولا بقى تفرجيني وشك بنوب يا بي؟ اجرة شو سيدو؟ حسبي الله ونعم الوكيل على الحكي، اجرة الحلاقة.
مثل ما روحت علي الحكايه راحت عليك الاجره سيدو. حسبي الله ونعم الوكيل. ليش الاجره للحكايه ولا للحلايا بي؟ لك شو هالزباين هي؟ شو بنا شو بنا ديبو؟ ليش صوتك واصل على الحاره كلها؟ لك شو بنا؟ لك شلون عم تحمله لابن المعلمك شلون؟ خليها لله، المهم اتركني من معلمي ومن ابن معلمي، اخوك سعده مقطوع وبده شويه زهزهينه. وانت الثاني بدك اياها مع حكايه ولا بلا حكايه؟ يا ميت اهلي بفريال وخيريه والله، إن زمان ما اجتمعنا. خليها لربك يا فوزيه، من وين بدنا نجتمع يعني والمشاكل طامرتنا طمر. ليش انت كمان عندك مشاكل مثل باقي الناس؟ يا خيريه كل البشر عنده مشاكل. الحمد لله انا وجوزي ما في مشاكل مثل السمنه على العسل. من شان هيك صواتكم معبايه الحاره. نعم 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 حبيبتي. ايه؟ صوتي انا وجوزي ولا صوتك انت وبنات حماك يا بعدي؟ انا هلا شبكم مثل الديوك؟ اجتمعنا لحتى نشرب فنجان قهوه ولا لحتى نتقاتل؟ ايه فريان قليلي شو صار معي؟ لك لا تخافي، احكي، نحن هون كلياتنا تم واحد، نحن عم نجتمع مشان خير هالحاره. مشي الحال وعمل اللي قلت له عليه. اصلا هو حكى مع جوزي بالقصه. الله يجعله جوز. ليه حبيبتي جوزك على اساس انظام؟ ايه انظام. نيو دخيلكم، ليش في زلمه بالحاره بفش القهر؟ اخ في واحد بس. ومين هو؟ قبل ما تعرفوا مين هو بدي تساعدوني بحل مشكلتي. هلأ كل مرة أنا عم ببعت له خصلة من شعراتي مشان يتذكرني، هالمرة شو ابعت له؟ تاني مرة بعتي له البروكة كلا. يبعت لي قلت لي طلعت شعرك أساس ما بتعرفي يعني سلبية. مرت عمي؟ عم الدباب إن شاء الله، شو بكي؟ شو بدي؟ شو بكي مرت عمي متضايقه من شي؟ لا عم اقول لك تفضلي. بوينه هلا ابو عبده؟ لك شح ومسطح جوا. لك تضربي انت واللي بيسالك، مطوله هيك قاعده بخلقتي؟ انا بورجيكي. بدي اعرف منك انه يا ترى ممكن تتحسن احوال جوزي بعد فتره؟ قوم يا حجوم يا ابن عضوم وشوفي الغيوم وتبين بالسما النجوم. حي حي حي. ايه وشو خبروكي؟ اس خليهم يعرفوا يشتغلوا. لك انت بتضل بصلتك محروقه، خليهم يعرفوا يشتغلوا. زوجك ابو درويش مو هيك؟ ايه صحيح. شلون عرفتي؟ انا عم تقلي لي شلون عرفتي؟ لا مو قصدي. ما قلت لك شاطره؟ لا تواخذيني. جوزك رح تصير احواله فوق الريح بس بعد دم اشاره. خدي هالحجاب وحطي له اياه. جوزك ملاقي القيه وبتراب مرميه. ملاقي القيه شو؟ هس ما خبرك جوزك انه ملاقي القيه جره فيها ذهب؟ شو ها؟ جره فيها ذهب؟ ايه جره فيها ذهب. جوزي ملاقي جره فيها ذهب؟ ايه شو بكي عم تستغبي؟ جوزك لقى هيك شيء. يعني ابو درويش في شيء جره لقاها واخذ ذهباتها؟ لو جوزي ملاقي جرة ذهب ما بتشوفيني هون. قومي خلينا نمشي. ما استفدنا شي، باينتا ما بتعرف بخاطرك. طيب على القليل حاسبينا. حاسبك؟ على شو بدي حاسبك؟ ما انا وانتي طابخينا سوا ولا نسيتي؟ كل المعلومات انا عطيتك اياها وطلعت ما بتعرف اي شي عن الجرة بخاطرك.
حدوه ما مليت من الوقفه؟ ايه والله مليت كثير. ايه روق امشي روق على القهوه. طلع من راسي ما معي ولا متليك. لك اشتهيت شي نهار يكون معك متليك واحد بهالجيبه. ليش قديش معك؟ ولا متليك. وعم تحكي يا حيوان؟ حدوه والله طول العيد. شو بدك بالعيد؟ لك لانه على طول بجيبتي بلاقي متليك. انا ما بحبه للعيد. وليش ما بتحبه للعيد؟ لك يا اخي في جمله بيقولوا لي اياها بالعيد بكرهها كثير. شو هي؟ كل ما شافني واحد بيقول لي انت ابن فلان. ما شاء الله شو كبران، كأنه انا لقيت حالي قبل العيد فاضي امتى كبرت لي شوي. يروح شيروا على القهوه. ولاد الريه ما تقومي تنقبري تشتغلي لك معنا شي شغله؟ هي انت وسعديه عم تشتغلوا والله القصه نكايات يعني. هي امي اختي امي الله يرضى عليكي، شعلي الببور وجهزي المخللات يلا. ايه تقبليني هلا بعمل لك كل شيء بدك اياه، بس بشرط قولي لي هلا زرجة وهدول العريسين شو رح تعملي؟ صحيح اختي شو ناوية تعملي بهدول الاثنين عرسان الغفله؟ اسمعوا هلا زرجة وهدول انا عم فكر يعني احكي مع اخي كايد، يعني قول له يقول لهم كلمتين ورد غطاهم، كلمتين ما في غيرهم يعني، يقول لهم شوفوها شوفوا اختي ما رح تتجوز الا رجال معدل يكون يحبها ويخاف عليها، ايه يعني الي انا يحبني ويخاف علي، وغير هيك اختي تحديدا يعني اختي سعديه بدها واحد ذكي. يعني اختي انت بتحبي الرجال الذكي؟ انت الثاني على هالسؤال يعني لا الاهبل والله بدي واحد اهبل، يعني في وحده ما بتحب الرجال الذكي؟ ايه والله الرجال الذكي بخوف. يا ابو حدو سوي ما عرفت اللي منو هالقبضاي ها؟ لك هذا بضايا لا يغرك شواربه، طلع خرطي مثل النسوان صوته. معقول شواربه كل هالدقن ويطلع خرطي؟ شو قصدك انا؟ لك لا معاذ الله قلتي شواربه. لا تكون عم تلطش علي ها، انا صحيح خرطي، بس انا ازكى زلمه بالحاره. شو هالحكي؟ يعني شو ما سالتك بتجاوب؟ معلوم على تحدي. على تحدي. يا هالحاله يا زباين القهوه يا شباب تعوا اشهدوا. أنا أبو حدو شو ما سألنا بيجاوب والي بيعرف كل شيء. نحن نسأله. إيه أبو حدو سوي شو بيصير بالأرض إذا صارت تدور أسرع من هلأ بثلاثين مرة؟ يا عين عليك يا أبي حسؤال. شو يا أبي عززت؟ خلاص لا أنا بعزز إلك واحدة من الجورة على هالسؤال. شو بيصير بالأرض إذا صارت تدور أسرع بثلاثين مرة؟ والله على وقت صير هيك بصير بقبض راتبي الشهري كل يوم.